لو في فرصه انك تقضي يوم كامل طشه مع صبيه من هالصبايا، كيم كارداشيان تمام، جينيفر لوبيز تمام، ولا شاكيرا؟ لا لا بنروح مع هايلي، ولا هاي ولا هاي ولا هاي، هايلي مر جاستن معنا. لا هو هو جاستن، هو عارف حاله مره، قال حبيبي يا جاستن بس هيقل يا نروح الحين رايحين نستمتع شوي قال انا رايح رايح لا عارف رايح الزلمه يعني الخيارات مالهاش داعي كان الله يرضى عليك حطيت لي هذا يعني او سيلينا ممكن سيلينا جوميز برضه لطيفه يعني الله حبيبي هو لا هو هو خمسه صاروا انا بعطيه ثلاثه هو اثنين هو العدد اسمه هو اللي يصح اكثر فهمت علي كيف لو راح تعمل اغنيه دويتو مع مين بتعملها دانا حلبي انا دانا بتغني دانا انا دانا اه اوكي انا دانا او مروه اما نعيب نعمين ولا بوسي ابيع الدنيا مضطر تعمل مع واحده من هذول دويتو بوسي ايش عندها اغنيه ابيع الدنيا ايش ابيع الدنيا هاي خلاص انسى ابيع اسمها ابيع الدنيا دانا حلبي انا دانا ولا اما نعيم يا سيدي مروه ولا دانا حلبي لا بنروح مع اما نعيم نعمين اه اه لطيفه لطيفه طب ما في خيار روبي مثلا لا هو عارف الزلمه عارف وين رايح انا بحاول اساعدك بس اه حلو لو تطلع من شكلك حلو مين بتكون شكل اخر يعني اه وائل كفوري اوكي احمد عز ولا ديفيد بيكام قوي السؤال صراحه يعني يعني وائل بحس لا بعيد يعني ما بفضل يكون شكلي هيك بحلو يكون شكل ديفيد بيكام بالعكس لذيذ كثير يعني زلمه حليوه ومرتب تكتك يعني. ديفيد بس يكون عربي يعني مش هم. اه حلو لو تطلع من جسمك وين بتروح الهندي سلمان خان ولا احمد السقا ولا ادام تراوري حلو لا لا احمد سجل ان هذا الوحيد بعرفه بينهم قدام تراوري لعب الفوتبول ابو عضلات آه. الاحترام صدق ما بس السقه آه. حلوه شخصيته تخيلوا ديفيد بيكام على شخصيه السقه اوه خيال آه. شوف سيف وين رايح خيال والله لو تطلع من صوتك حلو مين بتكون صابر الرباعي الله الليثي الليثي احمد العلي شوف ان شاء الله الاصوات يعني خياليه الثلاثه يعني صراحه متحير من اروح بس لا صراحه بروح 100% 100% صبر الرباعي جوك 100% صبر جوك وبدلاتك آه وحركات وتمشيطاتك صابر تخيل يا يعني كمان صوتي يكون صابر يعني تخيل شكلي ديفيد بيكهام وجسمي احمد السقا وصوت صابر الرباعي خلص لك العافيه ختمت انا هيك ختمت خلص وانت سايق لو خبطت مرايه سياره وما حدا شافك بتهرب بتحط رقمك بتعمل حالك مش شايف ولا بتغني له موال لا بحط رقمي بحط رقمي 100% مش مستاهل انا بحط رقمي مش مستاهل مرايه ب 50 ليره كلها اه طب لو راح امامي شيء امامي لسياره لا امامي نفكر خيار اخر بعد يا يا المشكله فلوس المشكله مصاري عند الاخر كنت بالطياره ولحالك بس انت قبالك بنت حلوه قمر وبدك تحكي معها شو ممكن تساوي تسالها سؤال شخصي تقول لها يا اختي لو سمحت عندي سؤال اقول لها يا اختي اتعرف عليها بزبطش الدخول ابدا الشيء اللي انت حكيته هسه حاليا خربت الدخول خربت الدنيا تخيل اقول لها يا اختي تسالها سؤال شخصي اضبط لك الامور ما لا تسالها سؤال شخصي بتنط جنبها بتقول لها الكرسي تبعي ابصر ماله ولا بتشمطها موال بتصير دندن قال جنبيها اسمع اسمع يعني هم ثلاث اسئله هم فيهم مبالغات فهمت علي كيف ما في خيار رابع يا طب دندن اقعد وراه وصير سمعها صوتك يعني راح بين كرنجي لله في راح بين كرنجي يعني تخيل انا قاعد وراه وواحد قاعد قال لي مالك خلص خلص صوتك حلو يعطيك العافيه رد فلاقي معلم يعطيك الف عافيه مزبطش ولا واحد منهم حلو كنت ماشي طلع لك المصباح السحري حلو. شو بتطلب السلام بالعالم حلو تطلع ترند باغنيه ولا تلعب اربع سنين مع رونالدو وتنسى الموسيقى السلام بالعالم تطلع ترند بأغنية ولا تلعب أربع سنين مع رونالدو شوف يعني صدقني صدقني هو إجابتي مش هتكون بناء عشان أقدر أبين شخص إنه اللي كويس ولكن حاليا حاليا بظل قال ألعب مع رونالدو بظل الأشياء أكيد أكيد راح لا أكيد يا عم السلام بالجميع خصوصا على أهل فلسطين اللي قاعد عم بيصير مش طبعاً سهل طبعا والسلام صدقني لما انت تكون عايش بسلام الفرص لحالها بتيجي الامور بتصير تمام تلعب مع رونالدو اذا في سلام نلعب مع رونالدو مية يعني الامور بتصير تمام فهمت علي كيف فانا هاي اجابتي جواب روعة فعلا اذا في سلام ممكن تلعب مع رونالدو بس طالما الحياه هيك ولا عمرنا راح نشوفه لو رونالدو على حفله مش قادر اعمل انت لك حفله ما انا قادر اعمل تلعب مع رونالدو خمس شو صار اللي قاعد يا معلم مش قادر اعمل حفلات المهم ما علينا